الانتخابات أولا أم الدستور أولا؟ لا هذا ولا ذاك، بل الفقراء أولا. هذا ما كتبه أحد المدونين المصريين قبل أيام، ولاقت التدوين رواجا كبيرا. لماذا لاقت هذا الرواج؟ وكيف يكون الفقراء أولا؟ هذا ما نناقشه في حلقة اليوم من أجندة مفتوحة، يقدمها لكم من القاهرة خالد عز العرب. ويشرفنا أن يكون معنا محمد أبو الغيط صاحب هذه التدوينة، الحاج عبد الحميد عبد الهادي والد محمد عبد الحميد الذي سقط قتيلا يوم 28 من يناير في جمعة الغضب، ووائل جمال مدير تحرير جريدة الشروق. أهلا بكم جميعا. محمد أبدأ معك، أنت عندما كتبت هذه التدوينة لم تكن تتوقع أن تلقى مثل هذا الرواج. بدأت هذه التدوينة بشكل يعني فيه الكثير من الابتكار، ربما في بداية التدوينة نرى صورا لشباب من الطبقات الشعبية المصرية، ربما نستطيع أن نشاهدها على الشاشة الآن. هذه هي صور، هذه الصور التي يبدأ بها محمد تدوينته، وتتكرر مثل هذه الصور، ثم نكتشف أمرا ما، نكتشف أن الناس دول شهداء، وأن احنا الطبيعي في الفيسبوك من قبل الأحداث، من قبل الثورة، كان أحيانا بتتشير صور زي دي وإحنا بنتريق عليها، واحنا بنقعد شوف العيال البيئه دول، شوف الكينج الرومانسيه ده، شوف كذا. فالصدمه ان احنا نفس طبقيتنا اللي مارسناها على الناس دول، نفس ظلمنا ليهم وهم احياء استمررنا فيه بعد ما ماتوا، وبقى صور الشهداء بتظهر هي صور الشهداء الملمعين الكويسين، الشهيد اللي هو المخرج والشهيد اللي هو خريج الجامعه الامريكيه، وطبعا شهداء عندنا ورثنا، بس الشهيد ده زي الشهيد ده، ليه الشهيد ده بيظهر؟ ليه الشهيد ده ما بيظهرش؟ هو يظل مصدوم، يظل مهمش، يظل منسي، ما حدش بيشوفه ولا حد عايز عارف يجيب له حقه، وهو حي وهو ميت كمان. وبعدين ده ناس دي ماتت وجابت الحق للناس الاحياء دي دلوقتي، وربما كان ليها الدور الاكبر في الثوره. هم الناس دي هي اللي كانت في مقدمه الصفوف، هم اللي كانوا بيحموا امثالي. ده حقيقي من كذا شهاده سمعتها من ابن خالتي، كان في السيده عائشه. سنتحدث بالتفصيل عن هذه النقطة، وكذلك عن السبب في رأيك وفي رأي باقي الضيوف عن لماذا لاقت هذه التدوينة رواجا، هل كانت يعني هل ملأت فراغا في النقاش العام في مصر أم لا. لكن الصورة الأولى التي رأيناها هي صورة محمد ابنك حاج، مش كده؟ الصورة التي رأيناها في البداية هي صورة محمد ابنك. محمد عبد الحميد بشهر الكامب. كيف سقط قتيلا؟ نعم. مات ازاي يا حاج؟ مات ازاي؟ و لما صحي يوم الجمعة العصر، جمعة 28 يناير، يوم 28 جمعة الغضب، صحي من النوم نزل عاوز يروح التحرير. قلت له انت مش هتروح التحرير؟ قال لي لا هروح التحرير. المهم اتصل بزمايله اللي هو في الزاوية اللي هم اصحابه الشهداء الشرفة. انت ليه ما كنتش عايز يروح التحرير يا حاج؟ انا مش عايز اروح عشان شايف الضرب، انا مش عايز اروح، مش معنى لو انا شايفها سلمي وشايفها كويسه كان راح، لكن انا شايفها مش سلمي، كلها ضرب وكلها ولع وكلها مش عارف لها اول من اخر. فقلت له لا ما تروحش. اتصل بزمايله ياسر، قال له ياسر انت رحت التحرير؟ قال له اه. قال له طب ما صحتنيش ليه؟ قال له ما انا مشينا الصبح بدري. قال له طب انا جاي لك. فقلت له يا محمد ما تروحش؟ قال لي لا انا هروح. قلت له طب لما انا ما تروحش التحرير؟ قال لي ماشي هروح عند صاحبي هتغديني؟ قال لي هغديك. ماشي راح لصاحبه، اتصلت انا بصاحبه وهو ماشي في الطريق، قلت له ياسر ما تروحش التحرير عشان الوقت اتاخر مش هتعرفوا ترجعوا. قال لي ماشي. قلت له خلاص اقعدوا سوا وضيعوا الوقت كده وبتاع. قال لي ماشي. اخوه كان في البلد وجه، له اخ اكبر منه كان في البلد وجه في اليوم ده، بيقول لي اخويا فين؟ قلت له اخوك فين؟ عند زمايله. قال لي خليته يروح يروح لي. هدي نفسك، هدي نفسك، اشرب ميه. انتوا من الزاويه الحمراء يا حاج؟ ايوه من الزاويه الحمراء. والمنطقه دي كان فيها اشتباكات عنيفه؟ مفيش اشتباكات يا بيه،
ده كلها اطفال وكلها شباب وكلها واقفه تتفرج عند الاسم. مش كان في ضرب نار يا حاج؟ في ضرب نار شديد. انا احكي لك القصه بعدين. انا لما اخوه جاي قال لي خلي اخويا يجي دلوقتي، اتصل بيه على التليفون الارض عشان ما فيش موبايلات، لقاه عند زميله في البيت فعلا، وقال له تعالى لي دلوقتي اهو، ما جيتش انا حاجه اكسرك. فقال له نص ساعه اكون عندك. فعلا نص ساعه هو عند اخوه في الشقه، عند زميله في الشقه نص ساعه. على ما جه من هناك لحد عندنا، الناس اللي عارفيننا كلهم اللي واقفين عند الاسم، الحق محمد راح المستشفى. احنا ما صدقناش، ازاي راح المستشفى ده عند زمايله؟ قال لك لا احنا مودينه بنفسنا. فاجرينا، انا ما صدقتش الخبر. رحت عند الاسم ادور، لقيت في ضرب نار، والشباب اللي متعور في رجله واللي متعور في بطنه انا وانا عمال ادور، ببص على اللي نايم على الارض اشوفه ابني ولا لا، ما لقيتوش. رجعت على البيت، محمد جاله لا كانوا خدوه على المستشفى وقتها؟ خدوه على المستشفى. ورجعت البيت، الناس الجيران اتلمت، واللي عنده عربيه جري وخدوه ودوه المستشفى. تهيألي الزاوية الحمراء كان في ناس كتيرة حصلت فيها إصابات كتير. طيب هنرجع نتكلم كمان على مسألة المحاكمات وإيه اللي حصل مع الضباط والأفراد الشرطة اللي كانوا موجودين. لكن محمد أبو الغيط، يعني بالعودة إليك، أنت كنت تتحدث في التدوينة عن أن هؤلاء الشباب الذين ينتمون للطبقات الشعبية هم الوقود الحقيقي للثورة، أليس كذلك؟ تمام. هو يعني بداية كانت هناك بعض الشهادات، يعني شهادات مختلفة. ده في شهادات في الأول اللي بدأت بيها، اللي شهادة ابن خالتي، وعندي شهادة واحد صديقي، واحد صاحبي. ابن خالتي حكى عن السيدة عائشة، وصاحب حكى عن الجيزة والطلبية واللي جرى فيها. هل يمكن أن تحكي لنا بشيء من التفصيل عن إحدى هذه الشهادات؟ يعني ابن خالتي نزل صلى في جامعة السيدة عائشة يوم الجمعة. كان هو خريج حاسبات ومعاه صاحبه خريج صيدله، ومعاه كان ستة اصحابه تقريبا، نازلين يتظاهروا مظاهرات اللي هي العاديه السلميه، اللي بيهتفوا سلميه سلميه وتغيير عداله اجتماعيه وكده. فمجرد بدايتهم الهتافات ابتدى الامن يتعامل معاهم بعنف شديد جدا، ابتدى يحاول يعتقل منهم ناس، يضربوهم ضرب رصاص مطاطي وضرب قنابل غاز. فهي هو ابتدوا يهربوا، وابتدى الامن بيطاردهم. فالشوارع ضيقه والمنطقه شعبيه، فابتدى في قنابل دخلت جوه البيوت، في رصاص دخل جوه البيوت. فابتدى الناس اهالي المنطقه نفسهم بقوا عمالين ينضموا وينزلوا بيهتفوا في هتافاتهم بقى الخاصه، هتافات اكثر جراه واكثر يعني هتافات ما ينفعش تذكر، يعني حكومه كذا يا اولاد الكذا، مبارك يا ابن الكذا، حاجات من النوع ده. ناس بقى يعني نازله تدافع عن نفسها، وده دفاع شرعي عن النفس، نازله تدافع عن اولادهم، لان يعني دخلت تقول هم كانوا بيهتفوا احنا اولادكم احنا اخواتكم، الحقونا الحقونا الامن بيضربونا. فالناس لبت هذا النداء، ناس نزلت بالسنج وبالمطاوي، واللي طول عسكري واللي طول ضابط كان يبقى. وانه وبعدين هو بيقول لي الستات كانت بتنزل اثبته، فهو المعتاد ان السبب بينزل فيه ازازه خل، لا كان السبب بينزل فيه ازازه غاز. يعني هذه الدرجه العاليه من الاستعداد للقتال او الاشتباك والجراه في الاشتباك هي ما جعل، حسب ما تذكره ان يعني في رايك، هو ما جعل جهاز الامن ينهار خلال ساعات ويفشل في السيطره على المتظاهرين. بفضل الجهه واحده بس، عايز اقول ان كل الناس قاموا بدور، دي ثوره الشعب كله، كل الشعب، الطبقه المتوسطه وناس من الطبقه العليا وناس من الطبقه الشعبيه، كل الناس ما ينفعش تختزل في طبقه واحده، كل الناس قامت بدورها. لكن اذا فهمت ما تذكره في التدوينه بشكل صحيح، اعتقد انك تعطي وزنا كبيرا للغايه أكيد. لما قام به ابناء الطبقات الشعبيه ان أكيد. هؤلاء لولا الجرأة التي يعني تمتعوا بها في احتكاكاتهم مع الأمن ما كانت. وحتى بعد ما انتشر التدوينة عندي في التعليقات، في ناس بعتت لي رسائل شهادات، العديد من الشهادات عن نفس الموضوع من أماكن كتير، من القاهرة ومن محافظات، كله بنفس الصياغة تقريبا. طيب، وإحدى الأمثلة التي تذكرها هي ما دار في منطقة السيدة زينب، وهناك مقطع من الفيديو سنشاهده الآن. هذا المقطع يظهر أحد أبناء المنطقة وأحد أهالي المنطقة يعني يرد على قائل بأن عليك أن تتجنب طلق النار، يرد عليه قائلا أنها لم تعد يعني مش فرق. دعونا نشاهد هذا المقطع.
الاقل بس من النقاط يا عم حسن. لو مرت من النار بالنار عادي. خلاص ما بقتش فارقه يا عم. لا مفيش حاجه. لا لا خلاص. طب خلي بالك يا عم واخواتي وامي ومش معلش خلي بالك. طيب هو يعني هذا نموذج تكرر في أماكن عديدة، لكن وائل هناك من سيرى في هذه التصرفات يراها لن يراها كتصرفات بطولية، سيرى أنها تصرفات مجرمين، الهجوم على أفراد الشرطة، أن الأفراد الشرطة كانوا يدافعون عن أنفسهم ويدافعون عن أقسامهم، لذا لجأوا إلى استخدام الأسلحة. كيف ترى أنت الموضوع؟ أنا لا أعتقد أنه هذه هي الحقيقة على الإطلاق، لأنه ببساطة المظاهرات كانت واضحة تماما في درجة سلميتها، لدرجة أنه في البداية كان يعني بعض المتظاهرين يضعون زي حزام يفصل ما بين الجسد الأكبر من المظاهرة وعربات الأمن المركزي اللي كانت متواجدة، عشان يعني يتخلصوا من أي إمكانية للاحتكاك بالمتظاهرين. وحتى يعني فيما عدا السويس اللي بدأ فيها الأمن بإطلاق النار في منذ اليوم الأول، في القاهرة ظلت المظاهرات إلى حد كبير سلمية حتى يوم 28، واليوم ده كان فيه سلسلة واضحة جدا من الإعداد، لأنه الدولة كانت عازمة أنية على إيقاف ما يحدث بأي ثمن، وأنه إطلاق النار بدأ من الأقسام مرتبطا بتنفيذ خطة واضحة تماما، ويعني لدرجة المطابقة مع ما حدث قبلها في تونس قبلها بأسابيع قليلة، إخراج الناس من السجون، استخدام القناصة، التحرش بالمظاهرات، وبالتالي الناس كان عليها أن تدافع عن نفسها في مواجهة هذا. بالإضافة إلى ذلك على هذا النوع من المواجهة والبدء بإطلاق النار والتحرش بالمتظاهرين لإيقاف المظاهرات بأي ثمن، ولد عند الناس يعني فجر عند الناس الإحساس بتراكم المهانة والتعذيب والمعاملة السيئة، وفرض سطوة البلطجية في الأحياء الفقراء مصر بيعيشوا فيها، وبالتالي كان تعبير واضح وجمعي لم يطلبه أحد، لكن الناس حست إن عندها الرغبة في إنها تزيل هذا الرمز للاضطهاد والتعذيب والإهانة والتعامل مع المواطنين على أنهم ليسوا آدميين على الإطلاق بسطوة، وحتى يعني أمر لم يقتصر على السياسيين فقط لكن امتد لكل المواطنين الذين هم على الهامش أو تعتبرهم الدولة على الهامش لأنهم ببساطة فقراء. لا أعتقد على الإطلاق أنه العنف الجماهيري إذا جاز التعبير الذي تم اتجاه مقر الحزب الوطني أو أقسام الشرطة بطول وعرض الجمهورية يمكن اعتباره إجرامي. طيب. الإجرامي هو العكس، هو من حفز على ضرب الناس وقتلهم بالقناصة و بفتح السجون للسجناء الجنائيين، والآن تجرى المحاكمات لمحاكمة من قتل الثوار. اليوم حدثت اشتباكات بين أهالي الضحايا وقوات الأمن التي تحرس قاعة المحكمة التي يمثل أمامها حبيب العدل وزير الداخلية السابق وعدد من أعوانه، لأن هناك شعور بأن هذه المحاكمات بطيئة أكثر من اللازم، أن الأهالي الضحايا لم يأخذوا القصاصة بعد ولم يأخذوا حقهم. حاج عبد الحميد، أنت حاسس أن أنت خدت حق ابنك لحد الآن؟ لا، ما خدتش حق ابني ولا خدت حق أيام، لا يمكن أبدا. ليه يا حاج؟ لا يمكن. ليه حاسس أنك ما خدتش حق؟ خد حق أوي. أنا خدت حاجة، أنا خدت دم، ما خدتش دم ابني. ابني راح حضر، ابني كان يعني كان نفسه هو بسيط، بس كان نفسه بحاجة، كان نفسه احنا
طول عمرنا عايشين في ظلم وما نعرفش الظلم ده ماشي ازاي، ما نفهمش حاجة عنه، احنا عايشين وخلاص، الناس واكلنا ضرب نار وضرب اي حاجة يعني. انا ما خدتش حاجة. طب الدولة حاسس ان هي نفسي اشوف اللي ضرب ابني ده، نفسي اشوفه. بلاش الحكومة تحكم عليه، بلاش الحكومة تحكم عليه، يجيبهولي ولا انا اسيب شغل وامشي بقى اروح ادور عليه. طيب يعني هذه النقطة، مسألة المحاسبة المسؤولين عن الضحايا، عن سقوط الضحايا، هي احدى الشكاوي. لكن هناك كذلك شكوى اخرى من عدم الاعتناء بشكل كافي بالضحايا، سواء الذين سقطوا قتلى او المصابين. واعتقد ان معنا على الهاتف الان نشوى، وهي يعني من ممن يسعون لعلاج المصابين. نشوى، هل تسمعيني؟ اسمعك يا خالد، ازيك؟ اهلا بيكي. اولا بشكل مختصر للغايه، ضعينا في صوره المصابين الذين تحاولون ان تقدموا لهم الرعايه، كم عدد الحالات، ما هي حالاتهم، وما هي المشاكل التي تواجهكم في علاج هؤلاء؟ بصي خالد، احنا مش جمعيه، احنا مدنيين خلاص. احنا اكشلي 4 6 قررنا ان احنا من اول يوم بعد التنحي ان احنا نعالج المصابين، لان احساسا منا ان الامور في البلد مش مترتبه، والحكومه معهاش فلوس، والوضع السياسي مش واضح، فكل واحد عنده مهمه لازم يعملها. فنزلنا قابلنا الاستاذ جواد النابلسي، هو من شباب. طب كم عدد المصابين الذين استطعتم ان توفروا لهم؟ اللي عالجناهم لحد دلوقتي 2260 مصاب بالضبط. وما فهمته منك ان هناك حالات محدده لا يمكن ان تعالج في مصر، وانكم تحاولون. احنا وصلنا احنا تقريبا عندنا الحالات الحرجه كلها، كانت الاول 10، دلوقتي الحمد لله بقوا 6 بس الحريجين، لان في 3 وديناهم فرنسا، في 2 على حساب الحكومه الفرنسيه، والثالث الحقيقه الحكومه الفرنسيه رفضت تاخده، لان كان واحد من اللي قبل كده وصل حسابه 200,000 يورو، فطبعا ده محروق مولوتوف من اوله لاخره، 90% حروق. الثلاث حالات التانيين الكريتيكال نفس القصه، مولوتوف، محروقين تماما، مفيش وش، مفيش ودان، الدراعات ساحت. حاولنا نعمل اللي قدرنا عليه هنا في مصر، لكن بقى لنا شهر ونص واصلين زي ما بيسموها ديد ان. طيب لماذا لم تحاولوا ان تتوجهوا الى الحكومه لتعالج؟ حاولنا وعرضنا الحالات وتم الوعد ان احنا هناخد فلوس، وبعدين للاسف ما كانش في فلوس، واحنا ما عندناش بيسموها ايه، رفاهيه الوقت، لان الانسجه بتاعت الوش ابتدت تعفن، العينين ابتدت الشبكيه والاعصاب. انا مش دكتوره بس ده كلام الجراحين الفرنساويين. وهذه الحالات يجب ان تعالج خارج مصر. معلش ما سمعتكش خالص. هذه الحالات يجب ان تعالج خارج مصر. لازم. ولماذا ليس يعني لماذا لم تتوجهوا الى وسائل الاعلام على سبيل المثال للدعوه؟ حاولنا من شهر، لكن الحقيقه قبلنا بالرفض، مش من وسائل الاعلام، من الجهات الامنيه الى حد ما، عشان زعزعه الامن، وعشان ما صدقنا الامن استتب، وان ده موضوع شائك. طبعا هو شائك لان احنا عايشين مع الناس دي. يعني عفوا، الجهات الامنيه طلبت منكم الا تتوجهوا الى وسائل الاعلام الى حد ما؟ لأن الأمر يزعزع استقرار البلاد؟ الأمن العام طبعاً، لأن أنت عندك أولاً مصابين وأهالي شهداء، وفي طار يعني هم نفسهم بيقولوا لي مدام إحنا جينا طار دلوقتي، فالعملية مش سهلة زي ما هم متخيلين. طيب ماذا كان رد فعل الحكومة عندما طلبتم أن تتولى، إذا كان هذا ما طلبته، أن تتولى هي الإنفاق على علاج هؤلاء؟ يعني كانت المشكلة، ماذا كانت المشكلة؟ كانت المشكلة أنه لا توجد أموال كافية لعلاج المصابين؟ بالضبط. طيب نشوى، ابقي معنا. وائل، سريعا، بصفتك متابع للشأن الاقتصادي، أنت تكتب في الأمور الاقتصادية بشكل رئيسي، يعني بالفعل هناك حالة من التقشف التي ستعاني منها البلاد، هناك عجز في الموازنة كبير، لكن
على الجانب الآخر هناك من سيرى أن هذه يجب أن تكون أولوية، يعني يجب إعطاء أولوية لمسألة مثل علاج المصابين أو الاهتمام بالضحايا الذين سقطوا. أنا أعتقد كده، ومش بس كده، أعتقد أنه الثورة دي، يعني محمد اتكلم في بداية الأمر عن أنه الثورة دي كانت ثورة المصريين كلهم وفيهم الفقراء والطبقات الشعبية، لكن يعني أنا يعني أزيد على ما قالوا بأنه الطبقات الشعبية هي أغلب المصريين، وبالتالي الفضل بحكم الأغلبية وبحكم المعاناة التي دفعوا تمنها على مدى السنين الفاتوا أكثر من أي حد، فالفضل لهم فيما تم أعلى وأكبر، وبالتالي مش بس على مستوى علاج الشهداء الذين يعني قدموا حياتهم عشان نحن نعيش كويس، كمان علشان من يمثلون على الأرض من بشر مصريين يرغبون مجرد في ان هم يحصلوا على وظيفة ويعيشوا احسن ويبقوا قادرين على تكوين أسرة وعلى على انه يبقى في مسكن ملائم ليه حقوق إنسانية واضحة، وبالتالي الأولوية يجب ان تكون لهؤلاء بالتأكيد بحكم الديمقراطية وبحكم الإسهام الكبير الرئيسي في الثورة. والمؤكد أنه من الزاوية الاقتصادية طبعا هناك عجز في الموازنة، لكن العجز ده موروث وكان موجود من قبل، ليس شيئا جديدا. اللي ممكن الثورة تبقى تعمله هي أنها تغير من الأعباء، من توزيع الأعباء في المجتمع اللي كان توزيع معيوب و... سندخل في هذه النقطة بالتفصيل، لكن حاج عبد الحميد أنت قلت أن هناك تقصير في محاسبة المسؤولين عن مقتل ابنك، تشعر أن هناك تقصير. في محاكمتهم، لكن من ناحية أخرى أيضا لكي لا نظلم السلطات المصرية، أنت تقول أنك شعرت بأن هناك تكريم واهتمام بابنك من قبل السلطات، يعني على سبيل المثال المعاش الاستثنائي الذي تقرر صرفه تم صرفه بالفعل. هو المعاش دوت ده آخر المسار، معاش ده ولا حاجة ولا له لازمة عندي خالص، معاش ملوش لازمة بقى ابني يساوي ان انا اخد فلوس او ابن اي حد او مصاب مش قادر يمشي مش قادر يقوم اتشال في الارض مصاب. نعم. ما ينفعش، تقصير لازم يتحاكم قدام الناس هو وغيره. طب من الذي يحاكم؟ لان هناك من يرى ان الذين يجب ان يحاكموا هم أفراد الشرطة، أمناء الشرطة الذين طورتهم مباشرة في إطلاق الرصاص، هل ترى ذلك أم أنك ترى كذلك أن القيادة السياسية بمعنى حسني مبارك يجب أن يحاكم؟ هو ده هو رأس هو الأساس، هو ما سابش ليه البلد من يوم ما الناس قالوا له تنحى عن الحكم، عاوز إيه هو رئيس البلد ده؟ طيب شكرا، عاوز إيه يعني؟ سنعود إليك حاج عبد الحميد. هذه النقطة مسألة ضم الرئيس السابق حسني مبارك إلى حبيب العدلي الوزير الداخلية السابق وباقي القيادات الأمنية في محاكمة قتل المقتل الثوار هي إحدى النقاط الإشكالية التي سببت اشتباكات بين أهالي الضحايا وقوات الأمن اليوم، وهي أيضا التي دعتهم إلى الاعتصام في أمام مبنى الاتحاد الإذاعة والتلفزيون في القاهرة. سنعود لنستكمل الحديث لكن بعد هذا الفاصل، ابقوا معنا. جديدة من بي بي سي اكسترا، وفيها التكاليف اللي ممكن اي مدرسة عادية عن طلابها، جرائم الشرف في العالم العربي، هل تفلح الاعمال الفنية في التخلص منها، مئات الملايين تنفق كل عام على تقديم الطعام المجاني، وهل هناك فارق بالنسبة للمبتلى، محاربين محاربين. بي بي سي اكسترا على موجات بي بي سي الإذاعية. أهلا بكم من جديد مشاهدي ومستمعي بي بي سي. نتحدث اليوم عن القضية التي طرحتها تدوينة كتبها محمد أبو الغيط الذي يشرفنا بالحضور اليوم بعنوان الفقراء
أولا يا أولاد إل، ولن أستطيع أن أستكمل باقي العنوان، لكنها كانت تعبر عن حالة من الغضب الشديد تجاه النخبة السياسية في مصر لاهتمامها فقط بمسائل الدستور والانتخابات وتبتعد عن الأمور التي تمس حياة المصريين بشكل حقيقي. حدثنا بعض الشيء عن هذه النقطة، لماذا تشعر أن يعني ما الذي يجب على النخبة أن تقوم به لكي تشعر أنهم ليسوا أولاد نقاط؟ يجب على النخبة أنهم جنب بيطلبوا بالمطالب السياسية لاستكمال الثورة السياسية، أنهم يطلبوا بالمطالب الاجتماعية والاقتصادية اللي هي محتاجة تثوير، واللي هي ما حصلش فيها أي تغيير من بعد الثورة تقريبا. بعد الثورة بكم يوم بس كنت عندها في البلد، أنا أصلا من قرية، فابن عم والدي تقريبا كان بيحكي عن أن هم الناس رجعوا يحطوا مطب ما قدام بيتهم، وبعدين جه ناس بتوع المجلس المحلي واخدوا 50 جنيه رشوه ومشوا زي ما هي، بركب مع سواقين ميكروباص او سواقين تاكسي ونقعد نتكلم. فقال ان هو بيتكلم يعني كل الفرق اللي بيتكلم عنه اصلا سعر كيلو الطماطم غير الاساس والجبنه، ان احنا ما استفدناش يعني. في سواق ميكروباص قال لك احنا ما خدناش منها حاجه. طب ما الذي يعني ما ذنب النخبه في ذلك يعني؟ هذا مش بيطالبوا بالمطالب دي، بالعكس ده هم بيتعالوا عليها، إما بيصمت عنها وإما بيتكلم عن بشيء من الاحتقار عن المطالب الفئوية اللي بتعطل عجلة الإنتاج، وإيه المعتصمين دول ما يلا يمشوا من هنا اللي بيعطلوا المرور، استنوا لما نقر النظام، كأن الناس لازم تفضل مرمية في الشارع ولا تفضل متشردين ولا حقهم ضايع قبل الثورة وضايع بعد الثورة. طيب أعتقد أن معنا على الهاتف زياد العليمي أحد أعضاء ائتلاف شباب الثورة. زياد هل أنت معنا؟ أهلا بك. أهلا بك. الاتهام ربما تكون قد سمعت عن تدوينة الفقراء أولا. الاتهام الموجود في هذه التدوينة سواء لفريق الدستور أولا الذين يطالبون بوضع الدستور أولا قبل الانتخابات أو العكس، هو أنكم تشغلون أنفسكم بقضية بعيدة كل البعد عن يعني التطلعات الحقيقية لمعظم المصريين، وتنسون القضايا الرئيسية التي تتعلق بالمطالب المعيشية. يعني طبعا أنا بحيي اللي كتب التدوينة، لأن أنا شخصيا مع الفقراء أولا ورأي ومطالب. طيب دعني أستوقفك أول المرة اللي فاتت. نعم زياد عفوا دعني أستوقفك هنا. كم مرة خرجتم أو دعوتم فيها إلى تظاهرات مليونية يعني كما تسمى لمطالب تتعلق مثلا بالحد الأدنى للأجور؟ احنا المظاهرة المليونية اللي فاتت اللي هي كانت 27 مايو كان مدعينها، كان جزء من المطالب بتاعتها عودة الأمن، وده أهم حاجة الفقراء محتاجينها دلوقتي. كان جزء من مطالبها استعادة الأموال المنهوبة عشان الفقراء، عشان يبقى فيه فلوس اللي اتسرقت مننا، فلوس الفقراء اللي اتسرقت ترجع لهم وترجلهم في هيئة تنمية البلد، وده ووقف المحاكمات العسكرية اللي راح ضحيتها عدد كبير من الفقراء اللي كانوا بيتضمنوا مع الثورة. دي كلها مطالب تخص الفقراء والفقراء. طيب. وبعدين ابقى معي زياد من فضلك، معي وائل جمال هنا في الاستوديو مدير تحرير جريدة الشروق. وائل، ما يطرحه زياد هي نقطة جديرة بالاهتمام، بأنه لا يمكن الحديث عن مطالب اجتماعية بمنأى عن مطالب سياسية. أنا عايز أعكس المقولة، لا يمكن الحديث عن مطالب سياسية بمعزل عن المطالب الاجتماعية، لأنه يعني إحنا لو بصينا على ما يحدث في هذه الأيام في دول أوروبية زي إسبانيا أو اليونان، هي دول فيها ديمقراطية بالمعنى الليبرالي الواضح، فيها انتخابات غير مزورة، فيها أحزاب سياسية لها حق التنظيم، وفيها نقابات وكل شيء، لكن الناس بتخرج في الشوارع تتظاهر لأنه السياسات الاجتماعية معادية للفقراء وبيدفعوا ثمنها في أجورهم وفي خدمات التي تقدم ليهم وفي تحمل الأعباء. لما حصلت الأزمة الاقتصادية العالمية وأثرت على هذه الدول في أوروبا، اللي دفع الثمن هم الفقراء. جريدة الفاينانشال تايمز قالت في تقرير ليها قبل أيام أنه أغنياء أوروبا استفادوا من الأزمة الاقتصادية بينما الفقراء لم يستفيدوا. وبالتالي في مصر على وجه التحديد وفي دول العربية الأخرى اللي انتفض فيها الناس، لا يمكن الفصل على الإطلاق بين رغبة هؤلاء البشر الذين يعني شرفونا بدمائهم علشان يحسنوا حياتنا ومستقبلنا، بين
رغبتهم في ان هم يعيشوا حياه مستقره وامنه وشريفه ومنتجه وانسانيه وبها كرامه، وبين حقهم في اختيار من يحكمهم. الامرين مرتبطين تماما. لكن اتحدث هنا عن الهجوم، وهذا السؤال موجه لك محمد. الهجوم على النخبه وما تفعله في هذه التدوينه، هم لم يقل احد انه ضد الاهتمام بالمطالب الاجتماعية للفقراء، يعني في النهاية هم يرون أن هذا جزء من المطالب التي قامت من أجلها الثورة. هو كل دلوقتي حتى أشد القوى المفروض ليبرالية ورأسمالية برضو بيكتبوا في برامج بتاعت أحزابهم أن احنا نهدف إلى العدالة الاجتماعية. الكل بيقول طيب الكلام ده كجزء، لا ما فيش حد بيركز عليه بجد. هو بيتقال لكن لحظة، يعني هو اتكلم عن مظاهرة يوم 27، أنا تاني يوم أنا خلال يوم 27 قاعد قدام فضائيات بتفرج، لا اغلب الكلام الغالبيه الصحيحه من الكلام كان عن مطالب الدستور، كان عن مطالب الانتخابات، تاجيل الدستور تاجيل الانتخابات والدستور اولا، دي كانت بتذكر في الاخر كجزء من المطالب. ثاني يوم بشتري الجرانين، يعني كان العنوان الرئيسي في المصري اليوم ان الشعب يطالب بالدستور اولا. ربما يعني ربما يكون هذا خطا من وسائل الاعلام انها تهتم بهذه القضيه. اليوفط نفسها اللي كانت مرفوعه كان التركيز فيها على دي. زياد هل 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 انت معنا؟ لازلت معنا؟ ايوه سامع حضرتك. طيب ما رايك فيما يقول محمد؟ انا بس في ملاحظه في الاول، ان انا ما قلتش لا يمكن الحديث عن مطالب اجتماعيه بدون الحديث عن مطالب سياسيه. انا قلت بالظبط الوعي اللي قاله، لان انا قلت ان احنا مطالبنا السياسيه كان جزء منها ده، وان الناس اللي قامت بالثوره فعلا هي تستحق انها تاخد يعني تتحسن حياتها زي ما هم كانوا طالعين يقولوا. الجزء الثاني المتعلق ب ان يعني انه اللي كان بيقوله استاذ محمد بتاع انه الاعلام ما بيقولش ده او بيقول ده، هو جزء من الموضوع. احنا جزء من الموضوع ان احنا جزء من حركه عامه في المجتمع، جزء من حركه اجتماعيه بيقوم بيها دلوقتي النقابات العماليه لتنظيم نفسهم، وده حق التنظيم، كان مطلب من مطالب الثوره. الدستور اللي احنا بنطالب بيه هو اللي هيخلينا بعد شويه نقدر نقول لما يبقى في حكم محكمة حد أدنى الأجور ما يتمش تجاهله من السلطة التنفيذية. هو يعني المطالب بتاعتنا جزء منها سياسي وجزء منها اجتماعي، لأن احنا عايزين إصلاح شامل في الدولة اللي احنا عايزينها. احنا عندنا في اللي احنا عايشين فيها عندنا حلم بدولة جديدة فيها الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية اللي الناس من أول لحظة طلعت السنة دي ليها. ومع ذلك زياد، ليس هذا ما يصل من خطابكم؟ ونحن نتحدث هنا عن الحركات السياسية أو النخبة السياسية بشكل عام، ما يصل أساسا بالفعل هو الصراع على الدستور. يوم 1 مايو تلاف شباب الثورة كان مشارك مع اتحاد النقابات المستقلة في الاحتفال بعيد العمال، احنا بنشارك مع عدد كبير من القيادات العمالية حوالين مناقشات حوالين المطالب العمالية وكيفية انها تبقى متصدرة. لو الناس عندها مشكله في انها يعني ما بتبحثش عن المعلومه، ممكن يبقى جزء من مشكلتهم ان احنا مش عارفين نوصلها لهم كمان. طيب شكرا زياد. وائل، كنت اراك توافق على مساله ان الاعلام هو ايضا يتحمل جزء من المسؤوليه في الاهتمام فقط بالقضايا السياسيه. طبعا الاعلام ورث ما كان موجودا من هياكل قبل الثوره، هياكل يعني تنوعها بسيط ما بين جزء مملوك للدولة، وبالتالي ولاؤه السياسي وحتى المهني هو للدفاع عن سياسة الدولة، ولم يحدث تغيير مهم يعني فيما يتعلق بهذا الجزء. والجزء الثاني هو الصحف المستقلة أو ما تسمى المستقلة وبعض الصحف الحزبية، وهذه الصحف يعني في الحقيقة هي صحف خاصة مملوكة لرأس مال خاص في أغلبها فيما عدا الصحف الحزبية بالطبع. والمشكلة الأخرى أن هذه الصحف جميعا لها توجهات ولها مواقف وتعبر عن مصالح في المجتمع، وتتوجه لقلة من المواطنين هم الذين يتابعون هذا الشكل حتى في برامج التلفزيون التي هي ممكن أن تكون أوسع انتشارا. الأرقام تقول أنه الحكومية يعني حتى السابقة على الثورة تقول أنه 76% من الأسر المصرية لا تطالع الصحف على الإطلاق، وبالتالي هي تخاطب يعني كما يعني محمد كان بيقول في المدونة بتخاطب الطبقة الوسطى، والمثل في هذا هو الطبقة الوسطى. وبالتالي هي لا تذكر لا قصص
حياة المواطنين الآخرين العاديين ولا تتعامل معهم ولا وحينما تغطي أخبارهم في الأغلب، أنا أتكلم طبعا عن الأغلب، مش يعني ليس كل الصحف وليست كل البرامج وليس كل وسائل الإعلام، هناك صحف تقوم بهذا وتخاطب تحاول مخاطبة الناس إلى آخره، لكنها لا تقدم هذه القصص في صورتها الإنسانية. في الحالة الشهيدة مريم عبد الغفار، في العاملة التي كانت تعتصم في الشارع دفاعا عن حقها في العمل بعدما أغلق البنك المالك للمصنع الذي عملت فيه 20 عاما المصنع، وهي كانت تعتصم دفاعا عن حقها في العمل، ثم دهستها سيارة بتحريض حسب يعني شهود العيان، بتحريض من الشرطة التي كانت موجودة وبعض مسؤولي البنك، انه يعني لفض هذا الاعتصام خشوا يعني وحيخافوا ويجروا، فالناس ما خافتش، والشهيدة مريم عبد الغفار قتلت، وأصيب 7 من زميلاتها العاملات في هذا المصنع. الإعلام لم يغطي هذه الحادثة على الإطلاق تقريبا، وعندما تمت تغطيتها تمت بطريقة كأنها خبر في صفحة الحوادث، لم يذكر لنا يعني من هي ولا كيف تعيش ولا أنها كانت على وشك تزويج ابنها بعدها بأيام، أو أنها عملت في هذا المكان منذ 20 عاما. في حد ذاته هذا يعني سوء تقديم وتعامل له طبيعة، هذا هو التعامل الذي يستحق أن يوصف بأنه فئوي، أنه له موقف طبقي واضح يستبعد الناس دي اللي هي أغلبنا، أغلب المصريين الحقيقيين. وأنت تنتقد تعامل الإعلام مع ما يسمى بالإضرابات والاعتصامات الفئوية؟ نعم طبعا، هذا حق إنساني، حق موجود في جميع الدول وتنظمه قواعد. لكن المشكلة بالنسبة لمن ينتقد هي مسألة توقيت، هل هذا هو الوقت المناسب والاقتصاد لا زال يقف مرتبكا أن تنتشر هذه الإضرابات والاعتصامات؟ الفكرة دي يعني هي نفس الفكرة التي كان يستخدمها نظام مبارك في مرحلة تحت يعني لافتة الوضع الأمني والأخطار الخارجية التي تهدد البلاد لدفع من هم في التحرير للعودة إلى بيوتهم. التوقيت، لكن كوننا نفس الفكره، تلقينا مطالبكم، اعطونا وقت، اذهبوا الى بيوتكم، ما تفعلون يضر الجميع. ماشي. لكن نفس لغه الخطاب التي كانت تستخدم ابان اعتصام التحرير لا يعني انها دائما ستكون خاطئه، يعني في تقديري يعني الاقتصاد بالفعل في الشهور الماضيه كان يعني في وضع به قدر من التهديد، هذه الإضرابات وهذه الاعتصامات بالتأكيد لا تساهم في استقرار الأوضاع الاقتصادية. ليس هناك أي دليل علمي الحكومة التي أصدرت مرسوما غير ديمقراطي، مرسوم يرقى إلى درجة الإجرام، يعني يضع عقوبات شديدة على من يعتصمون من أجل 100 جنيه في الشهر، أو من أجل أنه يسكنوا في مساكن أدمية بدل ما يسكنوا في الشارع، أو أن هم يبقى عندهم مية للشرب. لكن هناك كذلك من يضرب لأنه لا يريد أن يدفع المخالفات المرورية مثل سائقي الميكروباص. يعني برضو يجب أن تضع هؤلاء في الاعتبار، لهم تاريخ طويل جدا مع إتاوات كانت تفرض عليهم من الشرطة، عدم تنظيم، أنهم ليس لهم نقابة تدافع عن حقوقهم إذا حصل حادثة أو أنه حصل مشكلة في العربية أو حد منهم فقد حياته. يعني في النهاية لا تستطيع أنك تلوم شخص لا يحصل على مية الشرب بقاله 3 شهور والدولة تتجاهله، بينما في يعني بمجرد إعلان الحكومة في مشروع الموازنة عن نيتها أنها تفرض ضريبة ضئيلة ومحدودة ومعيوبة على الأرباح الرأسمالية في البورصة، هاجت الدنيا وماجت وعقدت الاجتماعات وتراجعت الدولة في خلال أيام. يعني إذا كان الدولة عندها هذه القدرة على تفهم المطالب الخاصة والتعامل معها، يجب أن تظهرها أيضا فيما يتعلق بقى بأغلبية الناس. حاج عبد الحميد، يعني أنت تسمع أن هناك، تسمع وربما ترى كذلك أن هناك إضرابات واعتصامات كثيرة في البلاد طوال الوقت، ما رأيك؟ في الإضرابات والاعتصامات حاليا ولا سابقا؟ حاليا. هو من حقهم الاعتصامات ومن حقهم الإضراب، من حقهم أي حاجة، لان مفيش حد واخد حقه، مفيش حد واخد حقه خالص، ولا وظايف ولا اكل ولا شرب، البلد ولعت.
لكن في ناس اللبن غالي جبنه غالي بس في ناس كتير بتقول ان الكلام ده بيزيد بسبب الاضرابات والاعتصامات. يعني في ناس كتير ازاي بتكره الاضرابات والاعتصامات لانها بتحس ان ده بيخلي الحاله الاقتصاديه اسوء. اللي عمل الاضراب ده مش واخد حقه عشان يروح، ما هو لو خد حقه هيروح، لكن ما حدش واخد حقه. الناس كلها عايشه كده اي كلام، اللي بيبيع اي حاجه بيبيعها، اللي بيزود بيزود، واللي بياكل بياكل، ما بياكلش ما بياكلش، والدنيا عايشه اي كلام. حاجه انت عامل في بنزينه مظبوط؟ بتعمل في محطه وقود. يعني عفوا في السؤال، لكن كم هو اجرك؟ انا موظف في الشركه، اجري كويس، ما بقولش لا، انا اجري كويس وما الحمد لله نحمد الله. انا بتكلم على اهلي وجيراني طيب. والناس اللي عرفها والناس اللي ملمسها والناس اللي شايفها، ناس قاعده في جايبه قفص قوطه كان ب 2 جنيه دلوقتي ب 5 جنيه، اللبن ب 3 جنيه بقى ب 6 جنيه. الدنيا تفتكر 700 جنيه هناك الحد الادنى للاجور الان اصبح يفترض انه سيكون 700 جنيه في الشهر. هذا الرقم تعتقد انه مناسب لفرد واحد؟ لفرد واحد، لفرد واحد. ما انا عندي اولاد وعندي الدنيا، انا يعني المرتب اللي باخده بالعافيه بيكفيني، مع ان انا بقبض كويس، ما بقولش لا، بس المفروض الناس ديت الفلوس اللي خرجت بره دي لو كانت مشت من الاول للشركات والمصالح وعملوا مصالح للبلد، كان كل واحد خد اجره، وكان واحد عاش عيشه كويسه كريمه محترمه. لكن الناس كانت عايشه ما تفهمش حاجه، المناطق الشعبيه اللي عندنا بس عايشه كده، في شهر عيد العمال 10% يا ريس اديك 10% تديك كام؟ 10 جنيه. ما بيقبض 100 جنيه ولا بيقبض 200 جنيه. يديك كام؟ 20 جنيه؟ اللي بياخد 10%. طيب ما ياخد 20 جنيه ويصبح الصبح يلاقي الحاجه زادت، يبقى ما عملش حاجه. ما عملش أي حاجه. صحيح. تعال شوف الشعبيه عندنا، المناطق الشعبيه. طيب. تعال شوف الناس بتعمل في بعضها ايه، بتعمل ايه الناس، عاوزين ياكلوا بعض، مش لاقيين حاجه. يعني الامور اصبحت اسوأ بعد الثوره؟ بعد الثوره بقت اكتر. وانت ابنك سقط في الثوره، يعني حاسس ان التضحيه دي كان ليها مقابل؟ كان التضحيه دي كانت بفايده؟ يا ريت. هي يعني هي بقت بفايده، هي بفايده علشان الناس صحيت. الناس صحيت، الناس عرفت لها ايه وعليها ايه. انا دلوقتي اما بمشي في الشارع وبمشي جنب ضابط، ما بحسش ان هو جنب مني والله العظيم. انتوا الزاويه الحمراء، المنطقه التي تسكن فيها، سقط فيها كثير من الضحايا. معايا صورهم. ما هي العلاقه الان بين اهالي الزاويه الحمراء وضباط الشرطه في المنطقه؟ لا، ضباط الشرطه دلوقتي بيروحوا الصبح يخش القسم وما بيخرجش الا هو مروح فقط لا غير. طب ملوش دعوه باي حاجه. ده شيء جيد ولا شيء سيء؟ لا مش جيد. هيكون جيد ليه؟ لو هم كانوا بيتعاملوا كويس من الاول، كان زمانهم دلوقتي عايشين كويسين واحنا عايشين كويسين. ليه يضربوا النار على الناس؟ ليه هم ما لهمش اهل دول؟ يعني دول ما لهمش اهل؟ فرضنا واحد ساكن في الزاويه اخوه ماشي وهو اللي ضربه. نعم. اما يكون في القسم فوق ويضرب طلع كده على واحد ماشي وطلع اخوه، هيعمل ايه؟ وانت تقول ان الكثير من هؤلاء الضباط والافراد معروفون بالاسم، معروفين بالاسم ومقدمين بلاغ للنائب العام ولم يتم القاء القبض عليهم، على محمد السني بالاعدام، وتاني يوم قال لك ده واخد مؤبد 25 سنه ومش ممسوك. لا زالوا هاربين. طيب محمد ابو الغيط، انت في يعني من الاثار ومن ردود الفعل التي بدرت على التدوينه عده مبادرات
لمحاولة تلبية ما تقوله، أنه يجب الاهتمام بالمناطق الشعبية أكثر، منها مبادرة لخلق توأمة بين الجاليات المصرية في الخارج ومناطق شعبية محددة. طبعا هذه المبادرات كانت موجودة، وأيضا ربما ساهمت هذه التدوينة في الحث عليها. ما رأيك في هذه المبادرات؟ هو الأصل أن دي قضية قرار سياسي، الأصل أن دي مسؤولية الدولة، مسؤولية الدولة اللي هي توفر فرص العمل، أن هي تعيد تأهيل المناطق دي. بس في الآخر برضو في مسؤولية مجتمعية على الناس، وأي شيء أفضل من لا شيء، أي حاجة. يعني أنا بقول أن في آلاف دخلوا عمل لايك وكتبوا كومنتس، الآلاف دول عشان ما يبقاش أنه هو عمل كده مجرد إبراءا لذمته، أنا هو اتأثرت وعملت لايك وكتبت كومنت وخلاص ويدخل ينام. دور حواليك ولو على أبسط حاجة، أبسط مشروع، أبسط مبادرة، أبسط جمعية أهلية جنبك، واعمل ولو حاجة صغيرة جدا، أو شارك في مبادرة كبيرة. وده لا ينفي أن دور الدولة يظل هو الأصل، يعني هناك دور يمكن للأفراد والمجتمع المدني أن يلعبوه. لكن أن الناس برضو ما تركزش كالعادة على مركزية القاهرة ومناطق الشعبية العشوائية في القاهرة بس، الأقاليم منسية تماما. أنا عشان من الصعيد عارف أن مفيش خالص خالص الناس حتى ما تعرفش أسامي المناطق اللي هناك، الناس ما عرفتش أن قامت ثورة في الصعيد. عصيرت الناس بتقول ان ما قامتش ثورة عشان ما حرقش الاقسام، الصعيد ما حرقش الاقسام لان الشرطه في الصعيد عارفه ان الشعب مسلح، فما حصلش تعامل بنفس العنف اللي حصل هنا. الشرطه ما اطلقتش النار على الناس، الشرطه ما قتلتش الناس بالرصاص، فالناس ما وجدوش سبب يستدعي ان هم يقاوموا بالشده دي وان هم يشتبكوا بهذا القدر من احراق الاقسام وكده، بعكس التعامل اللي حصل هنا. يعني مساله دور الدوله، يعني في التدوينة يقول محمد أن ما يهتم به المواطنون فعلا ليس مسألة الدولة مدنية إسلامية دستور قبل الانتخابات أم العكس، ولكن الأمور مثل سعر الخضار الفاكهة، مثل وجود سكن، وجود تعليم إلى آخره. كيف تترجم هذه الأمور إلى سياسات للدولة؟ أنت لو أن بيدك الأمر الآن، لو أنك وزير المالية أو رئيس الوزراء، ماذا تفعل لتلبي هذه المطالب؟ أولا أنا متفق مع محمد أنه الأمر يتحول من مجرد يعني مطلب بسيط خاص بسعر الطماطم مثلا أو كده إلى مطلب سياسي، لأنه تحقيق هذه المطالب يعني مثلا علشان الحد الأدنى للأجور لا يستهلك في ارتفاع الأسعار، ده معناه أن الدولة يجب أن تأخذ إجراءات ضد المحتكرين، دي معناها سياسة. ولما هتاخد الدولة هتحاول أنها تاخد تغلظ عقوبة الاحتكار مثلا أو تبدأ تطبق هذا على الأرض، هتواجه بمصالح وقوى سياسية، بعضها بسبب أنه يمتلك المال والنفوذ في الإعلام وعلاقات قديمة وحاجات زي كده، هيبقى عنده قدرة على أنه يوقف هذه العملية. ده معناه عمليا على الأرض أنه يجب أن تكون هناك قوة سياسية تمثل الفقراء وتقوم بالضغط وترفع صوتهم سواء عبر الإعلام أو على الأرض في الشارع، وهذه القوة يبدو أنها في طريقها للظهور في مصر. يمكن ده يعني ما بيتغطاش كويس، لكن في على مدى الشهرين الثلاثة اللي فاتوا هناك عدد هائل من النقابات المستقلة التي تؤسس بشكل ديمقراطي وقاعدي وينم عن وعي شديد مش بس بمنطقة العيش والسكن والأجر وإلى آخره، لكن كمان ب وعي شديد بضرورة الوحدة الوطنية ضد المؤامرات الطائفية، ضرورة أنه يبقى في صوت سياسي واضح بيمثل الناس، أنه تبقى الاختيارات ديمقراطية. يعني ما تطرحه هو أن رغم أن بسبب ربما انشغال النخبة، إذا صحت هذه الفرضية، فإن هناك فراغ يمكن أن تملأه قوى سياسية جديدة وصاعدة لتلبية الاحتياجات الحقيقية للناس. لكن حتى الآن لا يبدو أن ذلك متحقق، يعني حتى فكرة حزب العمال الذي هو في طور الإنشاء لا يبدو أنه يعني استطاع أن يخرج كذلك من دائرة ضيقة إلى حد كبير. هذه حركة في طور التكوين، يعني أنا بتكلم عن مئات من النقابات التي تتشكل من ناس كانوا على هامش الحياة في مصر على مدى عقود، هم يعني طرقوا بقسوة بعنف باب السياسة عبر الثورة، والآن هم بيحاولوا يفرضوا زي ما الحاج عبد الحميد كان بيتكلم من شوية أنه احنا عايزين ننقل
يعني الأمور إلى منطقة حياتنا وشؤوننا التي تتجاهل طول الوقت. ولو يعني عشان بس أجيب على سؤالك، لو أن هذه الحكومة ترغب في أن يعني تستجيب لمطالب الناس بشكل حتى سريع، تستطيع أن تفعل ذلك. المشكلة هي أن السياسة تتحكم في الأمر، وأن مصالح الكبيرة التي كانت تحكم مصر على مدى سنوات ما زالت في يعني أغلبها وفي جزء كبير منها لم تمس حتى الآن. والمواجهة هنا يعني على المستوى الفني، تستطيع أنك تفرض ضرائب على العقارات يدفعها الأغنياء بمنتهى البساطة، أنك تاخد تطبق أنواع من الضرائب المطبقة في دول رأسمالية عديدة زي الضريبة على الأرباح الرأسمالية، لما حد شغلته تبقى المضاربة في الأراضي، ليه ما يدفعش جزء من الأرباح بتاعته للدولة تستفيد منها في أنها تصرف على أوجه إنفاق لا يستطيع أحد الاعتراض عليها على الإطلاق، زي التعليم أو الصحة. الضريبة العقارية الدولة خدت فيها موقف غير مفهوم بإلغائها، رغم أنه دي لأول مرة كانت بتدخل الإسكان الفاخر اللي موجود في الساحل الشمالي وفي التجمع الخامس وفي السادس من أكتوبر وفي المجتمعات المصورة بتاعت الأغنياء. على الأقل هؤلاء لن تمنعهم من أنهم يسكنوا في هذا النوع من الإسكان الفاخر في دولة تعاني من الفقر، لكن يدفع زي ما في إنجلترا أو في دول أخرى يدفع بعض الثمن هذه الإجراءات. شكرا وائل، انتهى الوقت للأسف. شكرا جزيلا لوائل جمال، مدير تحرير جريدة الشروق، وللحج عبد الحميد عبد الهادي والد محمد عبد الحميد الذي لقي حتفه في يوم جمعة الغضب، ولمحمد أبو الغيط صاحب المدونة التي كانت محور حديثنا اليوم. شكرا لكم جميعا، شكرا لفريق العمل هنا في القاهرة وفي لندن، وجزيل الشكر لكم مشاهدي ومستمعي بي بي سي للمتابعة. إلى لقاء آخر إن شاء الله.